والله ما شاء الله نينا ونهضه هي باهله بس المفروض مستشفيات يعني من 2017 لحد الان مستشفى ماكو كرفانات وما كربانات يعني هسه انت تروح على الرشيديه ابن سينا يعني وحده الجمله العصبيه طوارئ كل بيها 12 سرير 13 سرير مغذي راكم مغذيات بس اكو قسم مغذيات نطلع نشتريها من برا فنادق المفروض وهم من الفنادق المعامل عامل ال ال القطاع الخاص يعني المعامل كلها مع مالته <applause> استيراد مين تعال ساتنا هنا بالداخل منطقة باب الصراي قاعدين على يعني النصف يا نستفتح يا ما نستفتح يجي كبو البلدية يجي كبو الحراسات يجي كبو المولدة يجي كبو الوطني يجي ال... كبول... يتاليها زين هذا الداخل هسه ال... ال... الاسواق يعني هسه د... دكاكين فلته الشواف مفلت التشخان مفلته يعني قيل ال... وتحل ال... والله الصراحه هسه نينوى بحاجه المعامل ايش يعني المعامل حتى آه نشغل ال... الناس العاطله عن العمل ومطار المطار يعني مهم جدا بالمدينه ومستشفيات يعني مستشفيات كلش ضرورية والطرق طرق النقل لازم يعني الطرق تكون مبلطة كلها وسهلة بالتنقل من محافظة لمحافظة علينا يعني صار زخم مروري بالمدينة يعني هسا ايه بالسكن منها السكنة منها صار لازم توسع بالمدينة يعني صار الناس كثير قامت تجي على الموصل ويسكنون بداخل المدينة من القرى والأرياف والنواحي قاموا يجون على الداخل والله تحتاج كل شيء مثل الماي والكهرباء نحن هاي صار الكهرباء الكهرباء يعني كثير مستشفيات الدكاتره الدكاتره يرجعون الى الى الايمن نرجعهم هوني الصياغ مثلا اكو جمعيه الصياغ او نقابه الصياغ تجي تعزل اشكو محلات سوق النبي وغير مكانات ترجع الى هوني يعني بقانون مصانع المطار لازم هذا يكمل وعندنا المعمل السكر ما السكر لازم يرجع هذاك اليوم رحت ليه نوكل هذاك المكانات دحرتوا كله هيكل وهاي وعيبوقون وياخذون الحديد ويبيعونه بغير مكان والسيارات يجمعوها